السلام عليكم خوتي خوتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. من خلال هذه الحلقة غادي نهضر لكم على البرنامج ديال شهر رمضان. اذا كما كتعرفوا فشهر رمضان على الابواب، اذا فبالتالي فما بعد مباشرة بعد يعني رمضان ان شاء الله انتم مقبلين على الامتحانات، سواء الامتحانات الوطنية او الامتحانات جهوية. اذا فاقترح عليكم يعني هذا البرنامج، فهو برنامج غيكون يعني ان شاء الله برنامج مرن، بمعنى اخر بامكانكم انكم تزيدوا فيه او لا تنقصوا فيه يعني مجموعه من الاشياء اللي نتوما كتشوفوها ما مناسبكمش، خصوصا يعني كل واحد فيكم الا وعنده طقوس معينه في شهر رمضان، ويعني عنده عادات وتقاليد تخص كل عائله على حده في هذا الشهر رمضان. اذا غادي نبدا لكم يعني الخطوات ديال هذا البرنامج هذا. اذا فاول خطوه هو تقسيم الوقت المتبقي لك او المتبقى يعني لك على عدد المواد المتبقيه، بمعنى اخر مثلا في شهر رمضان في 30 يوم، هاد 30 يوم غادي نقسمها على عدد المواد اللي مازال ليا انا، مثلا انا مازال لي 5 د المواد غادي نقسمها على عدد الوقت المتبقي. اذا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه وهي ان شاء الله بعد مباشره بعد الصلاه ديال الفجر فغادي تخصصها للحفظ. علاش قلت لكم مباشره بعد صلاه الفجر تخصصها للحفظ؟ لان كتكون ارتحيتي وكتكون يعني كتكون يعني واكل الى غير ذلك، فغادي تخصص هذا الوقت هذا اللي هو غادي يكون مباشره بعد شهر بعد يعني صلاه الفجر الى حدود الساعة الثامنة صباحا، بمعنى آخر إلا كان الفجر كيأذن مع الربعة ونص، إذا من الربعة ونص حتى الثمانية غتخصها للحفظ، الحفظ ديال المواد اللي هي المواد الأساسية، بحال مثلا كالعربية، الأدب، الناس ديال الأدب، العربية والاجتماعيات إلى غير ذلك، الحفظ ديال الأشياء اللي خاصها تحفظ. إذا بعد مباشرة من 8 إلى حدود 12 ديال النهار، ف يعني هذا وقت ديال النوم. يعني النوم تعطي راسك الراحة باش إن شاء الله عاوتاني تستأنف العمل من بعد صلاة الظهر. يعني هنا صليتي الظهر ديالك، إذا بعد صلاة الظهر غادي تطبق داكشي اللي أنت حفظتيه في الصباح، غتحاول تطبقه سواء يعني من خلال الامتحانات اللي دازت، سواء يعني الناس العلميين غادي يعني اللي يخصو الاشتغال على التمارين إلى غير ذلك. وما فيها باس كما كنقول لكم دائما هو انكم تشتغلوا بشكل جماعي، يعني خصوصا يعني شهر رمضان فكيكون يعني وقت عندك تقريبا وقت كبير الخاوي، اذا فبالتالي هذه الوقيته كما قلت لكم يا ايها سواء عندكم الاختيارات اما تشتغلوا يعني على تطبيقات وتمارين اللي دازت او لا يعني تشتغلوا بشكل جماعي، طبعا على هاد على تمارين وتطبيقات والامتحانات اللي دازوا. اذا الى حدود العصر، بعد العصر طبعا غادي تصلي العصر ديالك الى غير ذلك، وغادي ترتاح واحد نص ساعه، ومن بعد ذلك غادي تحاول تراجع يعني بوحدك نتايا غادي تراجع الملخصات اللي ملخصها ديال الدروس ديالك، واحد ساعه حتى لساعه ونص مراجعه، تكون المراجعه خفيفه لان علاش غتكون عييتي غتكون طرقتي. اذا غادي ومن بعد مباشره يعني هاد الساعه وساعه ونص غادي ترتاح، طبعا غادي تسنى الاذان ديال المغرب، ومن بعد ان شاء الله غادي تفطر الى غير ذلك، غادي تمشي تسنف يعني العباده ديالك اللي هي صلاه العشاء. من بعد صلاه العشاء فكيبقى لك وقت حر، ديك الساعه انت حر دير ما بغيتي، سواء يعني تخرج تسارى مع اصحابك سواء يعني ترتاح الى غير ذلك. هنا كاين طبعا كما قلت لكم في الاول انه وقت مرن، كاين اللي كيسهر الى حدود يعني السحور، ومن بعد السحور عاد كيبدا البرنامج اللي بديتو معكم في الاول، اولا كاين يعني اللي كينعس من بعد التراوح مباشره كينعس وتا كيفيق يعني حتى السحور عاد كيفيق، ومن بعد ذلك يعني يتسحر ويبدا يعني البروغرام اللي انا عطيتكم. اذا كنتمنى ان هذا البرنامج
اللي انا عطيتكم طبقوه، ف لانني انا البرنامج هذا ما جبتوش غير هكاك طبعا مفعل، وان شاء الله وهذا هو البرنامج اللي كنت انا غادي به طبعا من 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 الباك ديالي ومن الماستر ديالي ومن الى غير ذلك. هذا هو ان شاء الله هذا هو البرنامج اللي كنت غادي به، فالحمد لله عطى الاكل ديالو. اذا فبالتالي بغيت نبارطاجي معكم، وكنتمنى لكم الكل يعني التوفيق في مسيرتكم الدراسيه وفي الامتحانات ديالكم. وما تنساوش خوتي انكم تابونوا في القناه ولي لايك وتبارطاجوا الفيديو مع خوتكم. الى الحلقه القادمه ان شاء الله.